نيويورك تحيا من جديد هو شعار حملة تسويقية أطلقتها سلطات مدينة نيويورك، الهدف منها جلب السياح من أمريكا وخارجها لزيارة المدينة. الحملة التسويقية خصص لها مبلغ 30 مليون دولار من برامج التحفيز المالي الفيدرالية، وتهدف إلى جلب السياح عبر إعلانات تلفزيونية وحملات في مواقع التواصل الاجتماعي. نفتح اليوم صفحة جديدة من الإنعاش الاقتصادي عبر الحملة التسويقية لإعادة السياح وإعادة تفعيل الحركة الاقتصادية في المدينة واستعادة الوظائف المرتبطة بالقطاع السياحي في نيويورك. قطاع السياحة في نيويورك قبل وباء كورونا كان يشغل أكثر من 400 ألف عامل وكان يضخ 70 مليار دولار سنويا في الاقتصاد المحلي، إلا أن هذه الأرقام تراجعت كثيرا بسبب الوباء. سكان نيويورك تباينت آراؤهم بين متفائل لمستقبل السياحة في المدينة ومن يرى أن قطاع السياحة يحتاج إلى وقت طويل ليعود إلى سابق عهده. ما يساعد عودة السياحة إلى المدينة هو ثمن التذاكر التي يجب أن تكون رخيصة بالنسبة للطيران أو حتى أماكن الترفيه التي يزورها السياح هنا. بكل تأكيد سترجع الحركة السياحية في نيويورك، لأن هذه المدينة هي قلب العالم. لدينا أحسن المطاعم والمحلات والمسارح وكل شيء. المشكلة متى سيعود الوضع إلى سابق عهده، وأظن أن ذلك سيأخذ وقتا. جواز السفر الخاص باللقاح أثير حوله الكثير من الجدل، إلا أن المدينة أكدت أنه غير ضروري للسياح الأمريكيين والأجانب. تحاول سلطات مدينة نيويورك أن تعوض الخسائر في قطاع السياحة، إلا أن الرهان على الزوار الأجانب قد يكون محفوفاً بالمخاطر حسب مراقبين، خاصة أن العديد من الدول في أوروبا وأمريكا الجنوبية تعاني تأخراً كبيراً في عمليات تطعيم مواطنيها ضد كورونا. رضا بوشفرة، سكاي نيوز عربية، نيويورك.